الله الله على الأزهر الله 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 أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف لنا وشحن صفة وكفيها الله الله من رايحين على مصر مين يبعد سلام في كمين أهل الله مشتاق لناسنا الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءتنا بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن اليوم 17 صفر لعام 1434 بالرواق العباسي بالأزهر الشريف، وهذه جلسة خاصة أو حديث خاص عن أهمية مجالس الإقراء عند العلماء. والحقيقة أنه في الأزهر الشريف نحاول أن نحيي هذه المجالس مرة أخرى منذ عدة شهور، ونحن نحث الطلبة على حضورها وعلى الاهتمام بها. ومن وجهة نظري أنه مجالس الإقراء تمثل المخزن الكبير للطالب، فإذا كان الطالب يقرأ الكتاب على الشيخ في 10 مجالس 20 مجلس فإنه ممكن أنه يجلس يشرحه في 20 شهر أو سنتين أو 3 أو 4. من ثم فإنه الإقراء هو اللي بيمثل المخزون الأساسي للعلم، والإخلال به فيما أرى هو أحد مشكلات طلب العلم المعاصرة. الإخلال بمجالس الإقراء هو أحد مشكلات الإخلال بعملية طلب العلم في الحياة المعاصرة اللي احنا بنعيشها، بسبب أنه صرنا بنهتم فقط بالشرح التفصيلي، وربما لا يكاد نفر من كتاب على ايد الشيخ لطول الشرح وعدم انتظام الدرس احيانا، او انقطاع الطالب من جهة، او انقطاع الشيخ نفسه لسبب من الاسباب من جهة اخرى، فنجد انه نقرأ على الشيخ حصة من الكتاب صغت أو كبرت، ثم لا نكمل الكتاب، وعندما ننتقل إلى شيخ آخر نبدأ من البداية ولا ننتهي أبدا. ودي ظاهرة بيشتكي منها الطلبة، إن هم مثلا في الفقه عموما بيخرجوا من كتاب الطهارة يبدأ ولا ينتهي إلى كتاب الطهارة حتى ينقطع الدرس أو هو ينقطع عن الدرس. ولهذا بنوصي إنه مجالس الإقراء لابد من إعادة إحيائها مرة أخرى، لأنه تقليد علمي قديم وراسخ، وكانت العلماء تبالغ في العناية والاهتمام به، ووضعوا كتب مختصة بأداب مجالس الإقراء وأداب السماع، وجعلوا للسماع أركان تضبط في مضابط أو محاضر اللي بنسميها السماعات، يسجل فيها اسم الشيخ واسم الكتاب والقدر الذي تم سماعه في كل مجلس ومن الذي حضر إلى آخر هذه الأداب التي نص عليها العلماء وذكروها في كتبهم، ونراها بالفعل في المخطوطات التي حفظت لنا في خزانات الكتب. من جهة أخرى نرى أنه العلماء لهم معايير محددة في الفوائد التي لابد للشيخ أنه ينبه عليها أثناء مجلس الإقراء. الأصل أنه مجلس الإقراء يكون سرد، القراءة تكون سليمة وصحيحة، الاهتمام بما يساعد الطالب على القراءة الصحيحة. ولهذا لو رجعنا مثلا إلى حواشي الإمام السندي على الكتب الستة سنجد أنه هذه الحواشي إنما وضعت لضبط
مجالس الإقراء وذكر ما ينبغي أن يذكر أثناء المجلس من ضبط الأسماء المشكلة ومن ضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط وشرح ما فيها من غريب دون الدخول في تفاصيل الأحكام الشرعية اللي بيبقى ليها مجلس خاص بها. من ثم فإنه من الممكن أن احنا نقرأ صحيح البخاري بهذه الطريقة في 20 مجلس مثلا أو 10 مجالس، بينما لو أحبنا نقعد نشرحه ممكن نقعد نشرحه في 20 عام زي الحافظ ابن حجر العسقلاني شرح البخاري تقريبا في هذا القدر من الزمن الطويل وهو يملي فتح الباري على تلامذته، بينما ان هم ممكن يقرأوا البخاري في حوالي 7 أيام 10 أيام أسبوعين، فهناك فرق بين الإقراء وبين الشرح. اللي حاصل وبالتجربة من خلال العناية بمجالس الإقراء انه من الممكن ان الإنسان يقرأ كتاب بكامله او اكثر من كتاب في فن واحد، ربما يكون فيه ما يغلق فهمه او ما يحتاج الى ايضاح الى اخره، ولكن اذا حضر على شيخه أصغر كتاب منه بعد كده ويقرأه شرحا تنحل بالكتاب الصغير اللي شرحه شرحا كاملا، ستنحل له به كل معميات الفن بعد ذلك، فيبقى لا يحتاج الطالب بعد أن حصل وقرأ وخزن في مخزونه العلم عنده أكبر قدر ممكن من القراءة بأقل القليل من الشرح تفك له المشكلات اللي موجودة في العلم بعد ذلك، ويصير ينكشف له العلم شيئا بعد شيء. بينما لو عكسنا وأهملنا مجالس الإقراء واختصرنا فقط على مجالس الشرح، سنجد انه دايما ما بنخلص علم لغاية اخو ويظل بقايا العلم مغلقة علينا وتحتاج الى مصابرة اكثر والى وقت اكثر، وربما يكون الطالب على جناح السفر غريب ووافد الى البلاد ولا يسعه الوقت لاكمال العلوم، فيروح بلده وهو قد اخذ شذرات من اليمين وشذرات من اليسار ولا يكمل علما الى اخره. في حاجتين عاوز انبه عليهم توضح كل منهما أهمية مجالس الإقراء. الأولى إنه الحافظ ابن حجر العسقلاني له معجم، المعجم المفهرس، ذكر له ما وقع له قراءته بالأسانيد المتصلة في العلوم، وذكر ما قرأه بالفعل شرطه في هذا الكتاب، إنه في هذا المعجم ليس ذكر ما تتصل أسانيده إليه من الكتب، ولكن شرطه أن يذكر الكتب التي قرأها بالفعل أو حضر مجالس إقرائها أو سمعها على شيوخه دون ما يدخل بالإجازة العامة، لأنه إذا كان بالإجازة العامة فستدخل كل المؤلفات. طيب فشوفوا الشرط، هو ضيق الشرط أنه لا يذكر في هذا المعجم إلا ما اتصل إسناده بالفعل له بالسماع والقراءة على مشايخ. طب ذكر كم نوع كم كتاب؟ ذكر 1960 كتابا، يعني قرابة 2000 كتاب، 1960 كتاب، وهذا يدل على عظيم الاهتمام وعظيم الأثر لمجالس الإقراء، وإنه العلماء كانت لهم عناية. يعني لو نتخيل إنه 1960 كتاب جلس الحافظ ابن حجر العسقلاني يقرأهم على مشايخه، فلا نظن إنه ده عبث. بعض الناس لما عملنا مجالس الإقراء بقى يستغربوا إيه الفايدة ويسأل إيه الفايدة. المجالس الإقراء التي تقرؤون فيها الحديث أو الكتب سردا ولا تقفون إلا على القليل من الفوائد الضابطة أو الملاحظات السريعة ولا تشرحون شرحا تفصيليا. فنرجع ونقول لو لم تكن لها فائدة ما كان واحد زي الحافظ ابن حجر العسقلاني ولا مشايخه
اللي حضر عليهم عشرات أو مئات من المشايخ اللي قرأ عليهم الألفين كتاب دولا، لو لم تكن لهذه المجالس فائدة ما كان هؤلاء العلماء جميعا ضيعوا أعمارهم، ونحن نعرف مدى حرصهم على أعمارهم وعلى أوقاتهم. فلولا الأثر المهم والبالغ، وإنه القراءة السرد أحد تقاليد العلم الراسخة، ما كانت وقعت العناية بها. ولهذا أنا بقول إنها بتمثل الخلفية الواسعة أو المخزون الكبير الواسع لطالب العلم، فإنه إذا أرى 30-40 كتاب في السنة، 100 كتاب في السنة، يكفي لو شرح كتاب واحد منهم ستنحل عليه بقية الكتب، وذلك لأن الأحاديث مكررة بين الكتب بعضها وبعض. تكرار القراءة هتؤدي إلى رسوخة في ذهنه وفي عقله وفي قلبه، وتبقى عليه ما أشكل بشرح واحد منها ستنحل عليه مشكلات الباقية في الغالب الأعم. تعالوا نرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني. هنجد زي ما قلنا إنه في هذا المعجم ذكر أنه قرأ على مشايخه 1960 كتابا. الكتب الأحاديث المسندة منها 548 مؤلف في الكتب المسندة المروية التي تروي السنة بأسندها، وهذا قدر بالغ. يعني العناية والإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه كان زي ما احنا عارفين في القرن التاسع، فشوف هذه العناية والعناية بالأحاديث المسندة والقراءة بالأسانيد المتصلة، وهو يذكر مع كل كتاب على من قرأه هذا شيخه، تتصل أسانيده إلى المؤلف الذي يقرؤون كتابه من طريق فلان ومن طريق فلان، هناك عناية بالغة بالرواية المسندة. هذه الرواية المسندة بالأسانيد المتصلة إلى مؤلفي هذه الكتب لا تقتصر فقط على كتب الأحاديث المسندة، بل هنجد أنه كتب المصطلح وأنواع علوم الحديث أيضا، فقرأ على مشايخه 31 كتاب، كتب العلل والسؤالات أرى منها 17، كتب المسلسلات أرى منها 18، وناخد بالنا أنه هناك 18 مؤلف في مسلسلات اهتم الحافظ ابن حجر العسقلاني بإقراءها، وكانوا مشايخه بيهتموا بإقراءها. هذا يعني أنه المسلسلات كانت تجد عناية من أهل الحديث، إن كثير من نابتة العصر الموجودين اليومين دولا بينعوا على المسلسلات بسبب إن في كثير منها لا يثبت إسناده، ولكن مع عدم ثبات الإسناد وعدم ثبات التسلسل نفسه في بعض الأحيان، إلا إنه أيضا اعتنى أهل الحديث بإقراءها وبروايتها وبالمحافظة على ما اتصل من تسلسلها. وأدل دليل على ذلك إن الحافظ ابن حجر العسقلاني اهتم بأنه يقرأ 18 كتاب من الكتب المؤلفة حتى وقته في المسلسلات. وهم بيقروا أيضا بيقروا كتب الشروح، فهنجد أن الحافظ ابن حجر العسقلاني قرأ كتب الشروح الحديثية أرى 45 كتاب على مشايخه، كتب الرواة والرجال والفضائل والأنساب أرى منها على مشايخه 147 كتاب. فحتى كتب الرجال وكتب التراجم، يعني يقروا الميزان، هيقروا تهذيب الكمال، هيقروا الكتب المؤلفة في الرجال اللي هي فيها تراجم سرد، فهذه أيضا فيها فائدة مهمة. كتب المعاجم، معاجم الشيوخ والمشيخات، أرى منها على مشايخه 134 كتاب. كتب الأربعينيات التي ألفت في جامع 40 حديث على حسب أنواعها وعلى حسب شروط مؤلفيها، أرى منها 55 كتاب أيضا بالإسناد المتصل إلى مؤلفيها. وهذا يدل أيضا على أنه، وكما ذكرنا في بعض المجالس الأخرى ونحن نروي الأربعين حديث للإمام النووي، أنه رغم اتفاق المحدثين على ضعف هذا الحديث، إلا أنهم أيضا اتفقوا على العمل به وألفوا في الأربعينيات
العشرات من المؤلفات واهتموا بقراءتها وإقراءها، وده يديني دلالة مهمة على انه على انهم كانوا يعملون بالحديث الضعيف حتى ولو اتفقوا على ضعفه، وليس كما يروج له نابتة العصر وموقفهم الشهير الذي اثروه في العمل بالحديث الضعيف. فالحافظ ابن حجر العسقلاني قرأ على مشايخه 55 مؤلف في الأربعينيات، 55 حافظ من حفاظ الحديث ألفوا 55 مؤلف، طبعا الأربعينيات أكثر من هذا، واهتم العلماء وحفاظ الحديث والرواه والمسندين والمحدثين بأن هم يروا هذه الأربعينيات بالإسناد المتصل جيلا بعد جيل. من كتب الفوائد والأجزاء الحديثية هنجد عدد ضخم اهتم الحافظ ابن حجر العسقلاني بروايته وقراءته على مشايخه، فأرى 682 جزءا حديثيا أو فوائد من فوائد المشايخ. إذا كل اللي فات ده كله كان في علوم الحديث وأصنافه المختلفة. أرى أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني في علوم القرآن وفي القراءات 74 كتاب على مشايخه، التفاسير حتى التفاسير كانوا بيهتموا بقراءتها بالأسانيد المتصلة، فأرى الحافظ ابن حجر العسقلاني 15 تفسيرا، طبعا في المعجم بتاعه بيذكر بالتفصيل قرأ كتاب التفسير الفلاني وتفسير الفلاني، يعني يذكرهم بالتفصيل، إنما أنا عملت إحصاء من خلال معجمه عشان نشوف من خلال الإحصاء هو إيه اللي كانوا بيقروه ومدى عنايتهم بشتى العلوم. ففي التفسير زي ما قلنا قرأ على مشايخي 15 كتابا، حتى كتب الأحاديث التي جردت الأحاديث من أسندها مثل المصابيح وجامع الأصول فأيضا كانوا يقرؤونها بأسندها. وزي ما احنا عارفين جامع الأصول لابن الأثير الجزري جمع فيه الكتب الخمسة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وأضاف إليهم سادسا وهو موطأ الإمام مالك. الإمام ابن الأثير الجزري رحمة الله تعالى عليه اهتم بأنه يتصل أسانيده وذكر أسانيده في مقدمة جامعه إلى الأئمة الستة اللي ذكرهم وجمع أحدثهم في كتابه، من ثم فالأسانيد متصلة من حافظ ابن حجر إلى ابن الأثير ومن الأثير إلى هؤلاء المشايخ. فحتى الأحاديث المجردة كتب الأحاديث المجردة زي رياض الصالحين زي المصابيح زي جامع الأصول كان العلماء يهتمون بقراءتها. فعدد المصنفات اللي اهتم الحافظ ابن حجر العسقلاني بقراءتها مجردة من الأسانيد 64 كتاب. نجد من اللطيف أيضا أنه الحافظ ابن حجر العسقلاني قرأ في كتب الزهد والرقاق زي الزهد الإمام أحمد وابن المبارك إلى آخره أرى 76 كتابا على مشايخه في الزهد والرقاق، ونجد عنايتهم حتى في القراءة حتى في التصوف، فكانوا يقرأوا كتب التصوف ويقرأوها ويهتموا أنهم يتلقونها بالإسناد على مشايخهم مثل الإحياء وقوت القلوب وعوارف المعارف واللمع للسراج الطوسي. فنجد أن الحافظ ابن حجر اهتم بقراءة هذه الأنواع من الكتب أيضا، فأرى 6 كتب من كتب التصوف بأسانيدها المتصلة إلى مؤلفها. في الفقه وأصول الفقه وأصول الدين أرى الحافظ ابن حجر العسقلاني 71 كتاب، وآخر صنف من أصناف العلوم اللي أرى فيها الشيخ ابن حجر العسقلاني التواريخ وعلوم العربية بأنواعها المختلفة والأدب العربي القديم، فأرى فيها 88 كتاب. حتى معاجم اللغة وكتب التواريخ العامة وكتب الأدب المختلفة الكامل للمبرد كتب الجاحظ كتب المؤلفة في الأدب العربي بأنواعه وكتب اللغة بأنواعها اهتموا بأن هم يقرؤوها بالإسناد إلى مؤلفيها. من ثم فإن احنا بنجد هذه الأهمية الكبيرة للحافظ ابن حجر ولغيره من مشايخه، ومن هنا كان الحافظ حافظا أحد مش
نقول ده هو العامل الوحيد حتى لا يكون مبالغة أيضا، ولكنه عامل مهم وأساسي في التكوين العلمي، إنه أرى 2000 كتاب بالأسانيد المتصلة فضلا عن الكتب اللي أراها بدون إسناد، فضلا عن الكتب اللي قعد وشرحها شرح بتأني ومطول على مشايخه، فضلا عما وقعت له الرواية لي بالإجازات العامة عن مشايخه ومما طلعه بنفسه، فنجد أنه هناك عناية مهمة وعناية أساسية في التكوين العلمي للطالب، أنه يقوم بالقراءة على مشايخه، قراءة سرد أو مع شرح بسيط يحل المشكلات الأساسية في الكتاب الذي يقرأه. طبعا الكلام على مجالس الإقاء وما فيه من آداب وأركان مجلس الإقاء إلى آخره، وألف فيه العلماء وتكلموا فيه كثيرا في كتب مصطلح الحديث. هنجد كتاب مهم، وإحنا الحمد لله وفقنا إلى قراءته وشرحه والتعليق عليه في الأزهر الشريف، اللي هو الإلماع للقاضي عياض. بيقول رحمه الله تعالى صفحة 68: اعلم أن طريق النقل ووجوه الأخذ وأصول الرواية على أنواع كثيرة، ويجمعها 8 ضروب، وكل ضرب منها له فروع وشعوب، ومنها ما يتفق عليه في الرواية والعمل، ومنها ما يتفق عليه في الرواية والعمل، ومنها ما يختلف فيه فيهما جميعا أو في أحدهما. أول نوع السماع من لفظ الشيخ، ثانيها القراءة عليه، ثالثها المناولة، رابعها الكتابة، خامسها الإجازة، سادسها الإعلام للطالب بأن هذه الكتب روايته، سابعها صيته بكتبه له، وثامنها الوقوف على خط الراوي فقط. وأفاد الحافظ القاضي عياض رحمه الله تعالى في الإلماع في شرح هذه المراتب بكاملها، ويذكر أنه في المرتبة الأولى اللي هي السماع من لفظ الشيخ، أنه منقسم إلى إملاء أو تحديث، وسواء كان من حفظ الشيخ أو من القراءة من كتابه. ويذكر أنه أرفع درجات أنواع الرواية عند الأكثرين. هناك قوانين وقواعد لمجالس الإملاء، ونحث الطلبة وأهل العلم وحملته على أنهم يعيدوا إحياء هذه المجالس مرة أخرى، ويهتموا بأنهم ينجزوا أكبر قدر من الإقراء للطلبة في أقل وقت ممكن، ويخصصوا أوقات أخرى للشرح المفصل. من الممكن أنه مع حل باب واحد شرحا مفصلا، انه يفتح على الطالب بحل او فهم باقيه اذا كان قد حصل بالفعل وقرأه على شيخه. هذه العناية بمجالس الإقراء دفعت الشيخ محمد زاهد الكوساري رحمه الله تعالى الى انه ينبه على أهمية مجالس الإقراء في مقالة من مقالاته. هذه المقالة في الحقيقة هي عبارة عن رسالة أرسلها الشيخ محمد زاهد الكوساري رحمه الله تعالى إلى شيخ الأزهر الشيخ مصطفى عبد الرازق رحمه الله تعالى، مقصود منها العمل على إحياء علوم السنة بالأزهر الشريف. كانت لدى الشيخ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق رحمه الله تعالى همة وعناية بإحياء مجالس العلم في الأزهر الشريف، فلما وصلت رغبة هذه الرغبة إلى الشيخ محمد زاهد الكوساري رحمه الله تعالى كتب هذا الكتاب إلى شيخ الأزهر. ونحن نعرف مكانة مولانا الشيخ الكوساري رحمه الله تعالى وعنايته البالغة بعلوم الحديث، ومن هذا المنطلق سنجد أهمية بالغة ومهمة لكتابة لهذا الكتاب الذي أرسل به إلى شيخ الأزهر. التقرير اللي رفعه
مولانا الشيخ كوثري للشيخ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق الشيخ الأزهر، منشور في مقالات الكوثري صفحة 417 تحت عنوان إحياء علوم السنة بالأزهر الشريف. الكتاب طويل في الحقيقة، مش عاوز أطيل به، ولكن نأخذ منه موضع الشاهد وهو قوله ثالثا صفحة 421: يقرر تدريس الأصول الستة للبخاري ومسلم والنسائي وأبي داود الترمذي وابن ماجه بطريق السرد على طبق الرواية، بطريق السرد على طبق الرواية، والاكتفاء بشرح بعض مفردات يسيرة فيها دون التوسع في الشرح ليمكن تلقيها في مدة يسيرة. يبقى هنا الشيخ الكوثري وهو عالم جليل من علماء الحديث والسنة وحضر مجالس السماع في بلاد عديدة، بيذكر لنا كيفية تكوين أو كيف يكون مجلس الإقراء بحسب ما اقترحه على شيخ الأزهر، إنه بطريق السرد على طبق الرواية، الاكتفاء بشرح بعض المفردات اليسيرة دون التوسع في الشرح، والغاية والغرض من ده أن يمكن تلقي هذه الكتب في مدة يسيرة. يقول الشيخ الكوثري رحمه الله: وكذا موطأ مالك من روايتي محمد بن الحسن ويحيى الليثي، وترتيب مختصر مسند أبي حنيفة لمحمد عابد السندي ومعاني الآثار للطحاوي، وترتيب مسند الشافعي للسندي وسنن الشافعي للطحاوي. يبقى المقرر اللي بيقترحه الشيخ الكوثري لمجالس الحديث في الأزهر الشريف الكتب الستة، الأصول الستة، البخاري ومسلم نسائي أبو داود الترمذي وابن ماجه، وهنضم إليها موطأ الإمام مالك بروايتين، ورواية يحيى بن يحيى الشائعة عند المالكية والجمهور، ورواية محمد بن الحسن الشائعة عند السادة الحنفية، وهنضم إليهم الكتاب بيبقى السابع موطأ، السادس السابع موطأ مالك، الثامن مختصر مسند أبي حنيفة للشيخ السندي، معاني الآثار للطحاوي، ترتيب مسند الإمام الشافعي للسندي أيضا، وسنن الشافعي للإمام الطحاوي. يقول الشيخ الكوثري بعد ذلك وهو بيضع الإجراءات ويصور لنا الإجراءات التي ينبغي أن تكون لمجلس الإقراء، وذلك بأن يعين لتدريس كل منها من هذه الكتب شيخ خاص، وذلك بأن يعين لتدريس كل منها شيخ خاص يكون مكلفا بتسميع الكتاب على طبق الرواية، مع إلزام طلبة الأقسام النظامية وطلبة الأروقة من الغرباء أن يختاروا كتابا منها ليحضروه في وقته المحدد عند شيخه الخاص ويلازم مجلسه إلى إتمام الكتاب، وهكذا يفعلون في الكتب الأخرى كلما تم تلقي كتاب منها، ويكون طريق تلقي الكتاب من الأستاذ بأن يقرأ الطالب الذي على يمين الشيخ صفحة أو نصف صفحة من الكتاب على تؤدة ورفع صوت، ثم يقرأ الذي يليه، يبقى مش الشيخ بس اللي هيقرأ، ولكن ممكن الشيخ يفتتح المجلس ثم يبدأ الطلبة في القراءة وتداول القراءة نصف صفحة أو صفحة، يبدأ من على يمين الشيخ ثم تدور القراءة على أهل المجلس، بأن يقرأ الطالب الذي على يمين الشيخ صفحة أو نصف صفحة من الكتاب على تؤدة ورفع صوت، ثم يقرأ الذي يليه، وهكذا إلى انتهاء المجلس. فإذا أخطأ القارئ في لفظ رده الشيخ إلى الصواب فيصلح الجماعة كتبهم بعناية تامة. طيب مسؤولية الشيخ ايه في المجلس؟ يقول الشيخ الكوثري: ويكون الشيخ مسؤولا عن ضبط الكتاب سندا ومتنا من أصول معتمدة تداولتها أيدي الحفاظ وضبطوها طبق الرواية. وده يمكن اللي حاولنا ان احنا نعمله واحنا بنقرأ مسند الامام الشافعي في الجامع الازهر الشريف، وان كنا لم نقتصر على ترتيب مسند الامام الشافعي للسندي، وانما قرأناه في رواياته الاصلية مع مقابلة مع بقية النسخ. ولهذا الشيخ الكوثري ينبه على انه لا يقبل من الشيخ التساهل في الروايه او ان هو يقرا للطلبه اي نسخه والسلام، فيقول: ولا يقبل منه اي تساهل في ضبط الاسماء والكنى والالقاب، بل يضبطها على الوجه ويحمل الطلبه على البحث عنها في مظنها من الكتب،
وناخد بالنا من التنبيه الأخير ده اللي الشيخ بينبهنا عليه، إنه يحمل الطلبة على البحث عنها في مظانها من الكتب. يعني لابد الشيخ إنه يعلم الطلبة ويدربهم على كيفية ضبط الأسماء والكلمات المشكلة في الكتاب، ويعرفهم بمظان البحث وكيفية البحث في هذه المظان. ولهذا يقول الشيخ تعويدا لهم على أن يبحثوا في العلم مع توزيع ما يمكن توزيعه عليهم من الكتب الصغيرة في الرجال، مثل خلاصة تذهيب التهذيب للخزرجي، وتقريب التهذيب لابن حجر، والمغني للفتني المغني في أسماء في ضبط أسماء الرجال ونحوها. طيب إيه واجب تاني بقى؟ أول واجب على شيخ الإقراء أو شيخ المجلس ضبط الكتاب سندا ومتنا، والاعتماد على نسخة معتمدة ومحققة. إذا لم يجد فعليه أن يحقق ذلك من خلال النسخ المتاحة. الواجب الثاني على الشيخ ويلزم الشيخ بأن يكتفي بشرح بعض مفردات الحديث دون التوسع. يبقى المطلوب في مجلس الإقراء أن نقوم بشرح الضروري والمهم من مفردات الحديث اللي تخلينا نفهم المتن ولو إيه فهما إجماليا، دون التوسع في الشرح للانتهاء من تلقي الكتاب في أيسر مدة. يبقى هنا ده تاني مرة ينبه مولانا الشيخ الكوسري رحمه الله تعالى على أنه من المهم أن يتلقى في مجلس الإقراء الغرض منه تلقي الكتاب كاملا في أيسر مدة، ليتسع المجال لتلقي الكتب الأخرى على طبق الرواية من شيوخها كما هو المطلوب. طيب ليه بينبه الشيخ الكوسري على كده؟ الإطالة في الشرح تحول دون إتمام الكتاب. تعال نشوف الشيخ بيقول إيه. لأن الإفاضة في الشرح تقطع الطالب عن إتمام الكتب، لأن الإفاضة في الشرح تقطع الطالب عن إتمام الكتب. زي ما احنا قلنا في أول حديثنا إنه التطويل في الشرح بيخلينا طول عمرنا قاعدين في كتاب الطهارة في كتاب الصلاة وعمرنا ما بنوصل لأواخر الكتاب، فبالتالي بيبقى الطالب عمال ياخد شزرات 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 ويقعد 5-6 سنين عمال يلف على المشايخ، وفي الآخر تجد التحصيل غير كامل وغير تام بسبب إنه تم إهمال عملية الإقراء والاهتمام بالشرح فقط. لأن الإفاضة في الشرح تقطع الطالب عن إتمام الكتب، وليست حاجته إلا إلى ضبط المتن والسند على طبق الرواية وإلى شرح بعض مفردات يسيرة. وأما التوسع في الشرح فهو في غنية عنه. شوف الشيخ هنا بينبه بيقول لك ده التوسع في الشرح أصلا الطالب في غنية عنه. لماذا؟ لأن الشروح متداولة بين أيدينا، واللي عاوز يتوسع في الشرح من الممكن إنه يرجع إلى الشروح. وأما التوسع في الشرح فهو في غنية عنه بما في متناول يده من شروح الكتاب. يبقى الغرض من مجالس الإقراء نمرة واحد ضبط النص، نمرة اثنين رفع المشكل بصورة مختصرة، نمرة ثلاثة إتمام الكتاب، نمرة أربعة أن يكون هذا الإتمام في أيسر مدة ممكنة. التوسع في الشرح إذا انفتحت على الطالب مغلقات العلم فيستطيع إذا أراد التوسع أنه يرجع بنفسه إلى الكتب الموسعة، وإذا وقف عليه شيء من الممكن أنه يرجع إلى شيخه فيما أشكل. ويبقى هذا أفضل من ان احنا نقعد نشرح في الكتاب 20 سنة و30 سنة و10 سنين و2 سنين و3 دون ان يكمل الطالب الكتاب الى اخره، ودون ان يتم العلم الى اخره. ده محل الشاهد من كلام الشيخ الكوسري، وهو بيضع لنا اجراءات محدده واضحه وبطريقه معاصره لابد ان احنا نسير عليها ونعيد الاهتمام مره اخرى بمجالس الإقراء، ونقرأ كثيرا ونشرح قليلا، ونقرأ في شتى علوم الإسلام لا نقتصر على علم الحديث فقط، ولكن كما رأينا عند الحافظ ابن حجر العسقلاني إنه قرأ الكتب المسندة وقرأ الكتب المجردة من الأسانيد وحتى دواوين الأدب والشعر والمعاجم اللغة العربية وكتب التصوف والتفسير وحتى كتب علم الكلام
وأصول الدين، كل هذه الأنواع من العلوم اهتم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى بأنه يقرأها بالأسانيد المتصلة إلى شيوخه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يفتح علينا، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي علومنا، وأن يبارك لنا في مشايخنا وفي طلبة العلم، وأن يرفع همتنا إلى مزيد من العلم، وأن يستغرق أوقاتنا جميعها فيما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه، وأن يستخدمنا فيما ينفعنا، وأن يحفظنا من المعاصي ومن الذنوب ظاهرا وباطنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضار كده من منها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله 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 على الأصغر، الله 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 أكبر من الدنيا كمان وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف.